شكرا لزميلنا على هذا التقرير جدا مهم، وشكرا أيضا لفريق الإعداد الالتفات إلى هكذا موضوعات. ينضم معنا الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة. نقول صباح الخير عليك وحياك الله في صباح الخير يا عراق. صباح الخير، حياكم الله، شكرا جزيلا لاهتمامكم المستمر بالشأن الصحي ونشركم رسائل التثقيف والتوعية الصحية. تحية لجنابك وزملائك بالاستوديو والمشاهدين والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا. دكتور، اليوم موضوعنا يتحدث عن الأمراض الانتقالية، ونعرف أنه هي الأمراض الانتقالية ممكن تنتقل من شخص إلى آخر أو من بيئة ملوثة إلى الإنسان. حدثنا عن أهم الأمراض الانتقالية اللي ممكن أنه نواجهها إحنا كعراقيين داخل بيئتنا العراقية. شكرا مرة أخرى، أحييكم. كما تفضلتم في التقرير، يعني جائحة كورونا ما زال تحدي قائم، كثير من الناس نسوه بسبب الانخفاض الواضح والانحسار اللي هذا الشيء احنا نفرح به، وطبعا بفضل يعود لتضحيات الجيش الابيض، رغم انه الالتزام كما تعلمون بكل صراحه كان وما يزال دون المستوى المطلوب، لكن هذا الخطر ما يزال قائما، خصوصا مع دخول موسم الشتاء والتداخل مع الانفلونزا والنشله المعروفه. خطر الاصابه بفيروس كورونا ما يزال قائما. يوم امس احنا نشرنا الموقف الاسبوعي ونشرته شبكه الاعلام العراقي، يعني احنا خلال الاسبوع الاخير سجلنا اقل من 200 اصابه، 193 اصابه، صحيح هي اقل بكثير مما سجلنا قبل، كان في يوم واحد ربما تجاوزنا الالاف، لكن ما يزال هذا خطر قائم. سجلنا وفاه واحده خلال اسبوع، هذا يعني ان الاصابات والوفيات ممكن ان تحدث، ودائما وابدا نقول ان فئات الاختطار العالي، كبار السن والمصابون بامراض مزمنه واختلالات مناعيه هم اكثر الفئات عرضه للاصابه، اضافه للفئات الاخرى. اؤكد ان الاجراءات الوقائيه لابد ان نلتزم بها، ارتداء الكمامه، الاهتمام بالنظافه الشخصيه، وتلقي اللقاحات، الجرعه الثالثه والجرعه الرابعه ايضا اللي اطلقناها قبل ايام، قبل اسابيع قليله، خصوصا للفئات اللي ذكرتها، فئات الاختطار. كل العراقيين ممكن، كل شخص يعني مشمول او عمره يسمح تلقي اللقاح ممكن يتلقى 3 أو 4 جرع من اللقاح، لكن تاكيدنا على كبار السن والمصابون بامراض مزمنه واختلالات مناعيه. هذا المرض الانتقالي ربما الاهم او احد اهم التحديات التي ما تزال قائمه على مستوى العالم. عندنا موضوع الكوليرا والاسهال الوبائي، ايضا احنا هذه السنه 2022 مع الاسف سجلنا ارقام قياسيه، وهذا المرض متوطن من قرون، نسجل كل سنه اصابات ربما وفيات لكنها محدوده، مع الاسف هذه السنه اخر احصائيه رسميه، وهاي يعني تحديث يعتبر راح يكون سبق لي اذاعتكم وفضائيتكم الكريمه، واحنا وصلنا الى غايه يوم امس هذه الاحصائيه هي 2918 حالة مؤكدة بالإسهال الوبائي الكوليرا، من هذا المجموع 19 حالة وفاة مع شديد الأسف. طبعا أنماط التسجيل نسبيا انخفضت، نأمل أنه يكون هناك انحسار تدريجي لهذه الموجة، لكن ما زلنا نسجل إصابات ووفيات. طبعا كركوك متصدرة بالإصابات بأكثر من 900 إصابة، تليها بغداد الرصافة ثم ب 657 إصابة بالرصافة، ثم أربيل ب 443 إصابة، ثم السليمانية ذات الكورون، كانت المشكلة بدأت في كركوك والسليمانية بدرجة أوضح، ثم سجلنا في أغلب المحافظات. بعد السليمانية ديالة 129 إصابة، ثم بابل أيضا 129، ثم واسط 82 إصابة، ثم القيقار ب 78، ثم النجف الأشرف 39 إصابة، بعدها الكرخ من بغداد 20 إصابة، ثم كربلاء المقدسة 17، ثم الديوانية 15، فالمثنى 11، أخيرا صلاح الدين 8 إصابات. والوفيات كما ذكرت هي 19 حالة وفاة بالنسبة للكوليرا. الكوليرا يختلف عن فيروس كورونا. نعم. الكوليرا هو مرض ينتقل من خلال الطعام والشراب الملوثين. نعم، عفوا دكتور إذا تسمعني مداخلة. هو بهذا الموضوع دائما ما يعني بداية كل عام دراسي يكون تنسيق عالي ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية، وانت ذكرت انه الأطعمة هي يعني المساهم الأول في انتشار هذا المرض اللي هو مرض الكوليرا. اليوم اكو لجان
هي تراقب الكافتريات وبعض الأطعمة التي تباع داخل المدارس، خصوصا أنه تعرف احنا عدد الطلاب عندنا جدا كثيف، خصوصا في المدارس اللي بيه ثلاث دوامات، يعني بما يقارب من 3 إلى 4 طلاب بالرحلة الواحدة. هل هنالك متابعات أو هل هنالك خطة وضعت لبداية العام الدراسي بالموافقة ما بينكم وما بين وزارة التربية؟ احنا اصلا عندنا تشكيل مستمر ضمن دائرة الصحة العامة اسمه الصحة المدرسية، ضمن اقسام دائرة الصحة العامة، وتوجد شعبة نظيرة للصحة المدرسية في كل دائرة الصحة. اذا نزلنا على مستوى قطاعات الرعاية الصحية ايضا توجد شعبة او وحدة للصحة المدرسية، ويوجد منسق صحي في كل مدرسة سواء كانت ابتدائية او متوسطة او اعدادية، وحتى في الجامعات والمعاهد. مرض الكوليرا لا ينتقل من خلال التزاحم، التزاحم هو خطر لأمراض أخرى كالتنفسية كالكورونا مثلا. مرض الكوليرا كما ذكرت لجنابك هو من خلال طعام والشراب الملوثين. إذا مفتاح الوقاية هو الاهتمام بالنظافة الشخصية، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون خصوصا قبل وبعد تناول الطعام، هاي أهم توصية. وطبعا الجهات المعنية بسلامة مياه الشرب بشبكات الإسالة والصرف الصحي ونسب الكلور وغيرها، طبعا لها دور الجهات المعنية الأخرى، أمانة بغداد، البلديات، دائرة الماء والمجاري وغيرها، لأنه الجهد مشترك. سألتني عن اللجان، هو أصلا يوجد يعني متابعة مستمرة عندنا، تشكيل اسمه الصحة المدرسية. مو شرط توجد مشكلة كورونا أو كوليرا أو غيرها، عملهم اليومي هو متابعة جوانب الصحة المدرسية، الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية، والفحوصات الدورية، ومن ضمنها أيضا التلاميذ المقبولين حديثا، الأطفال، فحص البصر وغيرها من تفاصيل خاصة بالجانب الصحي. بقى نعرج على موضوع الحمى النسبية أيضا، هم لاحظت أنه وسائل الإعلام والناس قل اهتمامها بهذا الموضوع، لكن التحدي ما يزال قام. الحمد لله انحسار كبير خلال الأسابيع الماضية بجهود كبيرة من ملاكات الصحة وبالذات دائرة الصحة العامة في بغداد والمحافظات. الإحصائية الحالية بالنسبة للحمى النسفية هو 336 إصابة مؤكدة، منها 66 حالة وفاة مع شديد الأسف. طبعا ديقار هي المتصدرة بالإصابات والوفيات، 146 إصابة في ديقار، ومنها من 146 37 حالة وفاة، المجموع كل الوفيات 66. الحمى النسفية مرض انتقالي فيروسي، لكن يختلف عن الكوليرا، يختلف عن كورونا. هذا المرض نسميه الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، هو يصيب الماشية، بالنسبة لي العراقية، الأغنام، الأبقار، الجاموس، الخيول، الماعز وغيرها من هذه الحيوانات، تنتقل بالدرجة الأولى. وأكثر الإصابات أكثرها هي الأخوة مربي الماشية والجزاري. نعم دكتور. دكتور إذا سمحت لي بمداخلة، مثل ما يعني طرحت حضرتك، عندنا الأمراض الجهاز التنفسي تجي من الأماكن المزدحمة والمكتظة بالأفراد، لكن اليوم إحنا نتحدث عن مرض كالكوليرا أو الحمى النسفية. تعرف بغداد مليئة بالمطاعم والتوصيل مجاني، يعني العوائل ممكن بيتها ويجيها الأكل المطاعم. أتحدث عن الفرق التفتيشية الصحية الخاصة بوزارتكم الخاصة بالمطاعم اللي هي يعني ما يا مكثرها بالعراق وبغداد تحديدا. هذه من مهام الرقابة الصحية، قسم الرقابة الصحية أيضا التابع لدائرة الصحة العامة، وتوجد شعب نظيرة في بغداد والمحافظات. دورهم واجبهم هو متابعة المطاعم، المصانع الأغذية اللي تقدم مأكولات ومشروبات، محاسبة المخالفين. طبعا لجان مشتركة معانا البلدية، معانا جهات أمنية، الشرطة، غيرهم، لأن بالنهاية وزارة الصحة احنا دورنا فني، لكن هناك أمور إجرائية تحتاج إلى مشاركة وتشارك مع جهات ساندة أخرى. نعم كل يوم عشرات الفرق تتابع كما تفضلت، مع الأسف ما تزال توجد مطاعم مخالفة، توجد اللي يسموهم الباعة الجوالين، قبل أيام إذا تذكرون كانت مشكلة حدوث حالة تسمم لمجموعة من أطفال من نفس العربة من نفس الشخص في إحدى مناطق بغداد. على الفور طبعا كانت هناك محاسبة، وطبعا هنا يتدخل القضاء إذا يعني حسب نوع المخالفة وحسب حجمها والضرر اللي يتولد منها. الأصل هو أنه ماكو مطعم ينفتح إذا ماكو هناك فحص لنفس المطعم، الأدوات المستخدمة والأشخاص العاملين، يعني فحصهم صحيا من أمراض معينة بالذات أمراض فيروسية، لابد أن يجروا فحص دوري. وهناك إذا تلاحظون بالمطاعم دائما
يعني إدارة المطعم تشوفون شهادة صحية وكذا رسمية حق القطاع الرعاية الصحية وكذلك الجزاري. لكن بكل صراحة نحن في بث مباشر ما زلنا نواجه مشكلة الجزر العشوائي على الأرصفة على الشوارع، الرعي العشوائي، وهذه مشكلة خطيرة. وإحنا من سنوات، ليس الآن عندما حدث حالة تفشي للحمى النسية، لا، من سنوات إحنا نؤكد ونحذر من هذه الظاهرة السلبية اللي هي غير حضارية ولا تليق بالمدن وخصوصا العاصمة. لكن مع الأسف ما شفنا إجراءات يعني جادة بكل صراحة. نعم. أمانة بغداد ودور وزارة الداخلية، نتمنى أن تكون هناك جدية أكثر في منع ومحاسبة المخالفين، موضوع نقل الحيوانات بشكل صحيح، وأيضا الجزر والرعي العشوائي. نعم، إن شاء الله أكيد من خلالك يعني ومن خلال صوتك ومن خلال صباح الخير يا عراق أنه يصل هذا الموضوع. خل أسألك سؤال آخر دكتور عن العوامل البيئية، خصوصا بهذه الأيام تفاوت بنسب درجة الحرارة ما بين الليل والنهار، وأيضا يعني هذا التفاوت يولد كثير من الأمراض مثل الإنفلونزا العادية وغيرها، وأيضا الأتربة والغبار، هل يساهم في انتشار بعض الأمراض الانتقالية في هذه التجمعات خصوصا في المدارس مثل ما ذكرنا؟ سؤال مهم. يعني احنا دائما تعرف موسم الخريف وموسم الربيع، دائما خصوصا اللي عندهم مشاكل صحيه مزمنه كالربو القصب مثلا، حساسيه المجاري التنفسيه، دائما تلاحظ ان هناك يعني تزداد هاي الحالات خصوصا هذه الفئات. وكما ذكرت تفاوت درجات الحراره، يعني بعض العوائل ما يزالون يستخدمون تكييف وينامون على اجهزه التكييف، وبالليل تنخفض درجه الحراره ف يصير عندهم إصابة بأمراض مختلفة، خصوصا للأطفال يعني لأن حساسيتهم لتغير المناخ أكثر. فاللي ذكرته موضوع مهم ولابد أن ننتبه له، وهذا دائما يتكرر خصوصا في هذه الفترة، يعني فترة شهر 9 والـ10 إلى شهر 11 وأيضا شهر آذار ونيسان، أعتقد يعني من شباب تبدي أيضا من فترة الربيع تبدي ايضا اعراض مشابهه، خصوصا اللي عندهم يعني حساسيه من الطلع وغيره او ربو او غيره، دائما تزداد الاعراض عندهم في هذه الفتره. نعم دكتور، ماذا توجه للمشاهد اليوم من خلال كاميرتنا وشاشتك العراقيه عن الامراض الانتقاليه، وحسب ما بينت حضرتك انه هذه الفتره هي فتره رواج لامراض كثيره انتقاليه؟ الوقاية خير من العلاج، الأساس هو الوقاية، الوقاية غير مكلفة، الوقاية أمينة 100% تصل إلى 99% وربما أكثر، خصوصا تجربة كورونا احنا شفنا أنه إذا تلتزم أنت بتلقي اللقاح وارتداء الكمامة وتغسل يدك باستمرار راح تحقق وقاية ربما تصل إلى 100%. نفس الكلام بالنسبة للحمى النسفية، يعني إذا التزمت بشراء اللحوم من المحلات المجازة واهتميت بالنظافة الشخصية والتزمت بالقواعد اللي تأكد عليها وزارة الصحة، بالنسبة للكوليرا نفس الشيء، الوقاية خير من العلاج. هذه الرسالة اللي أوجهها من خلالكم لكل شخص يسمعني، ومرة أخرى أشكر شبكة الإعلام العراقي على دعمها اللامحدود لجهود وزارة الصحة في نشر الثقافة والوعي الصحي. شكرا لك الدكتور سيف البدر الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، تحية حب وسلام لكل العاملين بهذه المؤسسات لما يواجهون من مخاطر كبيرة، ولهم الفضل الكبير في مواجهة جائحة كورونا وأيضا كثير من الأمراض الانتقالية وكثير من الإشعاعات اللي تعرضوا لها. شكرا لهم، ويا رب إن شاء الله نرى مساهمات فعالة وجادة لإنشاء بنى تحتية تليق بمستشفياتنا وأيضا مراكزنا الصحية، حتى من خلالها نقدر نوصل إلى بر الأمان في بعض الأمراض.